اهلا وسهلا اصدقاء القناه، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا درت هذا الفيديو غير باش نبارككم العيد، نقول لكم كل عام وانتم بخير، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه، وباش ما تمنيتوا يا ربي تنزل علينا العفو من عنده وتنزل رحمته، ويكون هذا العيد فاتحه خير لنا والعالم كله يا رب، وان شاء الله يبدل علينا الحال ما احسن يا رب. طبيعة الحال هنايا يعني العيد ما عندوش طعم بحال الدول الإسلامية، ولكن كمان تنعيشوا الأجواء أنا والزوج ديالي كيف ما كنت صورت العام اللي فات. تنمشي عند صديق ديالنا الإيطالي اللي عنده الحوالة، تنشرو من عنده، تنذبحو عنده. كمان لقينا هاد الطريقة، لأن هنا تيمنعو ولات غرامات لي مالية كثيرة، خصوصا اللي تيشوفوهم دايرين يعني دايرين الذبيحة السرية، يعني وسورتو ولا تيحاربوا كاع محاربه للاسلام والمسلمين. ولكن ماشي مشكل، حنا عايشين. تتوصل تقريبا الغرامه الماليه الى 10000 اورو، يعني تقريبا 10 مليون مغربيه اللي داروا يعني هاد الحزب اللي هو ضد المهاجرين وضد المسلمين. ولكن ماشي مشكل، حنا راه تنوجدوا ان شاء الله دائما حلول، وكاينين الناس تبارك الله واخا هما مسيحيين يعني تا هما عايشين معانا، تا هما باغيين نبيعوا، تا هما فهمتي يعني ما يهمهمش. والحمد لله تنشروا من عنده كل عام، ويعني تا هو اللي تعلم انه يدير الذبيحه الاسلاميه على الطريقه ديالنا ولو انه ماشي مسلم، لان قلنا لي الطريقه هذه راه مزيانه، والحمد فريمون تيكون بنين وتبارك الله تيربيهم مزيانين، وحتى الماكله اللي تعطيهم من داكشي. داكشي علاش حنا اللي في الغربه راه مهم تيتعايش مع هاد العنصريه ضد الاسلام والمسلمين، ولكن لا يهم، الحمد لله على كل حال. تندوزو عيد ديالنا، تنحسو بشويه الاجواء، ولكن دائما هناك نخسه في القلب لاننا بعيدين عن الاهل والاحباب ديالنا، ولكن الحمد لله على كل حال. تنجدد يعني التهاني ديالي لكم كاملين، وخصوصا العائله ديالي، تنقول لهم عيد مبارك سعيد، ويا رب نلقاكم بخير وعلى خير، ونشوفكم عما قريب يا رب. الى اللقاء.